لماذا لم يستفد العراق من علمائه النوويين وماذا حل بهم؟ يرجع تاريخ البرنامج النووي العراقي إلى منتصف خمسينيات القرن الماضي، عندما بدأت تفاهمات أولية مع الاتحاد السوفيتي لبناء مفاعل يستخدم للأغراض السلمية. وبعد نحو عقد من المناقشات، بنى السوفيات مفاعل بحوث نووية قرب بغداد ومحطات لإنتاج النظائر المشعة، واستمر تطوير البرنامج النووي إلى أن قصفت إسرائيل مفاعل تموز النووي سنة 1981 ليقتصر البرنامج العراقي بعدها على البحوث التطويرية. وبعد سنة 2003 تعرض رجالات النووي العراقي إلى حملات من الاعتقال والاغتيال والنفي، والقليل منهم تمت الاستفادة منهم في دول عديدة غير العراق. ما هي محطات النووي العراقي؟ بدأ برنامج الاستعمالات السلمية للطاقة النووية في الدول النامية في العراق سنة 1956، عندما أهدت الولايات المتحدة العراق مكتبة تحتوي على معلومات نووية ومفاعلا تجريبيا صغيرا. لكن مع سقوط النظام الملكي سنة 1958 ساءت العلاقات العراقية الأمريكية، فتم تحويل المفاعل إلى إيران في عهد الشاه. بحسب الدكتور فاضل الجنابي الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية العراقية، ويضيف للجزيرة ناتر أنه في سنة 1959 اتفق العراق مع الاتحاد السوفيتي على إقامة المشروع النووي في منطقة تويثا قرب بغداد، وتم الانتهاء من بنائه وتشغيله سنة 1967. ومع تغير النظام العراقي ومجيء حزب البعث بعد انقلاب 1968، بقي هذا المفاعل يعمل ولكن بطاقة قليلة، حتى جاء اتفاق سنة 1975 مع فرنسا لبناء مفاعلين جديدين باسم تموز وقدرتها 40 ميجاوات. ويكشف الجنابي عن وجود اتفاق مع إيطاليا لبناء ثلاث مراكز نووية، أحدها لتصنيع الوقود النووي والآخر لاستخلاص البلوتونيوم، ومشروع لإنتاج اليورانيوم في منطقة عكاشات قرب محافظة الأنبار. ورغم أن منطقة التويثة هي المكان الرئيسي، فقد كانت هناك مواقع مساعدة في الموصل وجرف الصخر والطارمية ومنطقة قرب النجف والزعفرانية وغيرها. وفي 7 يونيو من سنة 1981 قصفت طائرات إسرائيلية المفاعل الفرنسي في العراق وتم تدميره. وبعدها استمر البرنامج النووي العراقي بالاعتماد على المفاعل الروسي الأقل طاقة على حد قول الجنابي. أهمية مفاعل تموز. لمفاعل تموز أهمية كبيرة في تهيئة الكوادر العلمية العراقية والعربية، حيث كان من المؤمل أن يكون مركزا للبحوث على مستوى الوطن العربي للعمل فيه والتعرف على تفاصيل التكنولوجيا النووية والمواد المستخدمة فيها. ويتابع القول الجنابي، كان مفاعل تموز يستخدم وقودا مخصبا بنسبة 93%، وللمفاعل ملحقات كبيرة منها أماكن خاصة للتعامل مع المواد المشعة، إضافة إلى ورشات التدريب، فهو مركز بحثي كبير جدا، لافتا إلى مساهمة 3 علماء مصريين في المفاعل العراقي. وفي السياق ذاته يذكر الكاتب والباحث العراقي صادق الطائي أن مفاعل تموز أنشئ للأغراض السلمية، ويشتمل على مفاعل بحوث من نوع الحوض المائي بطاقة 40 ميجاوات، وهو مشابه لمفاعل أوسيريس في مركز بحوث ساكلي جنوب باريس. لذلك عرف مفاعل تموز العراقي في الوثائق الفرنسية باسم أوزيراك. ويلفت الطائي للجزيرة نت أنه كذلك تم تجهيز العراق بمفاعل صغير بقدرة 500 كيلووات للبحوث والدراسات. يضيف الطائي الذي كان مهندسا سابقا في منظمة الطاقة الذرية أن موقع المفاعل كان يشتمل بناية الفحوصات الحارة لإجراء فحوصات المواد المشعة والمشعة، كما يضم ورشة منظومات التجارب على القنوات العمودية ومحطة معالجة النفايات المشعة. كما حصل العراق من إيطاليا على مفاعل أبحاث صغير عرف باسم مفاعل 30 تموز 1976. يتحدث الجنابي عن إنجازات علمية مهمة حققها علماء العراق حينذاك، وجرى إعداد بحوث تكنولوجية كبيرة في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وقامت بنشرها المجلات العالمية.
ويضيف الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية العراقية أن هدف العراق خلال التسعينيات هو المحافظة على علماء الطاقة الذرية وتطوير خبراتهم ونقلها إلى جيل آخر. ومن ذلك مشروع الألف طالب الذي يتضمن تخريج 1000 طالب بشهادات الماجستير والدكتوراه في مجال الطاقة النووية السلمية. يقدر الجنابي إنفاق الدولة نحو 4 ملايين دولار تخرج كل عالم في مختلف التخصصات، وتشمل هذه المصاريف سنوات الدراسة خارج العراق والتدريب المكثف عالي المستوى واستخدام الأجهزة المتطورة وحضور المؤتمرات العالمية. مصير الخبراء. ويبين الجنابي أنه كان يعمل في البرنامج النووي العراقي نحو 6000 عراقي يقودهم علميا الدكتور جعفر ضياء جعفر، حيث كانت تتم جميع مراحل التخصيب بإشرافه ويعمل معه مجموعة من الخبراء وكل خبير له دوره. أما رئيس الطاقة فمهمته العمل الإداري لإدارة المشروع بشكل كامل. وحول مصير الكوادر العراقية يقول إن قسما منهم تعرضوا للقتل والتصفية من قبل الموساد وعملاء المخابرات الأجنبية مع بدايات غزو العراق، والقوات الأمريكية هي من فتحت لهم الطريق. ويشير إلى أن القسم الآخر قبض عليهم وسجنوا، وآخرون استطاعوا الهجرة إلى كل أنحاء العالم، واستطاع البعض الحصول على عمل في الدول المستضيفة في مجال اختصاصهم وليس في برامج نووية. ويسترسل بالقول قليل من الدول العربية استقبلت هؤلاء الخبراء، ومعظمهم غادر إلى سوريا وقتها، وأنا استطعت الهروب إلى هذا البلد أيضا في ديسمبر 2003. ويبدي الجنابي أسفه لعدم الاستفادة من الخبراء العراقيين، ويعطي مثلا أنه بعد احتلال ألمانيا 1945 عمدت روسيا وحتى أمريكا والبلدان الأخرى إلى الاستفادة من العلماء الألمان ولم يقتلوهم، على عكس العلماء العراقيين الذين تعرضوا للقتل والطرد بعد 2003. ويرى أن هذا المخطط لم يكن عفويا، بل كانت خطة إنهاء الكوادر العلمية معدة مسبقا. ففي مباحثات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل الغزو والتي كانت تناقش قضية العراق آنذاك، كان الأمريكيون يريدون إبعاد الكوادر العلمية العراقية مدة 20 سنة، وبعدها إما يموتون أو يفقدون القيمة العلمية. وينوه إلى أن خطة التخلص من الخبراء العراقيين جاءت بعد فشل الغرب في استقطاب علماء العراق، عندما أصدرت واشنطن آنذاك قرار باستقبال العلماء الهاربين من العراق، وكان الأمريكيون قبل الغزو يطالبون أسماء العلماء العراقيين وأماكن عملهم داخل العراق. منذ 2003 يحصل جنابي اغتيال أكثر من 1500 عالم وأكاديمي عراقي، بينهم نحو 200 يعملون في الطاقة الذرية. ويشيد بإخلاص كوادر البرنامج العراقي، حيث لم يشهد خيانات سوى حالات بسيطة لموظفين صغار قاموا بإعطاء معلومات مغلوطة عن النووي العراقي، وكان الأمريكيون يعلمون أنها معلومات كاذبة لكنهم أرادوا استغلالها لتبرير الغزو. ويعرب عن اعتقاده بأن الأمريكيين لم يحصلوا على أي معلومات عن البرنامج النووي العراقي، وحتى سنة 1991 كانوا يقصفون مواقع ليست نووية لأنهم لا يعرفون أماكنها الحقيقية. ولكن بعد دخول لجان التفتيش الدولية استطاعت أمريكا جمع المعلومات عن المنظومات النووية العراقية.